السلام عليكم، تحية طيبة أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. ماذا يعني قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني؟ هل يعني تجميدها بصورة مؤقتة أم كخطوة على طريق إلغائها بشكل تام؟ هل سيتم تجميد كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية أم ستجمد بالتدريج؟ هل يشمل هذا القرار وقف التنسيق الأمني أم أن هذا خارج القرار لأنه مقدس؟ هل يمكن الإبقاء على السلطة التي هي أحد إفرازات الاتفاقيات إذا جمدت أو ألغيت، أم أن السلطة الفلسطينية لن تبقى إذا نفذ القرار؟ وفي زهرة المدائن نتعرف على الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين اتفاقية مدريد عام 91 و900 و1000. فابقوا معنا. لأني أحبك حب النسيم لهمس الشجر، لأني أحبك حب الحياة لطعم المطر. أحلت المنافي قصائد زهري لأقطف منها وأهديك عمري. لأقطف منها وأهديك عمري. أيا قدس يا أمنيات الغرار. لأنك شوق المحب وقد ألهمته الصور، لأنك شدو البراق الذي في سماك خطر. لأنك شوق المحب وقد ألهمته الصور، لأنك شدو البراق الذي في سماك خطر. لأنك لهجة جد الحنون وبسمة أمي ولهف العيون. لأنك لهجة جد الحنون وبسمة أمي ولهف العيون. سأنقش باسمك وجه القمر. لأني أحب حب النسيم لهمس الشجر. لأني أحبك حب الحياة لطعم المطر. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية تجميد الاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال، بما فيها اتفاقية أوسلو، ولا يستبعد الكثيرون أنها ستكون كالحالات السابقة مجرد فقاعة إعلامية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي الفلسطيني، ولن تحقق ما يطمح إليه الفلسطينيون بأن يكون هذا التجميد خطوة أولى نحو إلغاء كافة الاتفاقيات وصولا إلى الانفكاك من الاحتلال الصهيوني على كافة المستويات. وهنا نتساءل، ماذا يعني وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة؟ ما مرجعية اللجنة التي شكلت؟ هل يعني تعليقها تجميدها بصورة مؤقتة والعودة إلى العمل بها في وقت لاحق، أم يعني تجميدها كخطوة على طريق إلغائها؟ هل سيتم تجميد هذه العمل بالاتفاقيات في كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية بما فيها سجل السكان مثلا واتفاقية الاتصالات والمقاصة إلى آخره، أم ستجمد بالتدريج؟ وهل يشمل هذا القرار وقف التنسيق الأمني أم أن وقف التنسيق خارج القرار لأنه مقدس؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع. في الأستوديو الدكتور جلال سلمي الباحث والمحلل السياسي، أهلا وسهلا فيك دكتور. وعبر الهاتف ينضم إلينا من رام الله الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ولاحقا ينضم إلينا الأستاذ محمد حمادة المتخصص في الشأن الصهيوني. ورحب بك معنا أستاذ عمر. طيب دعونا نذهب لمشاهدة التقرير ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا الكرام.
في تصريحه الأخير الأسبوع الماضي قالها صريحة ومفاجئة للجميع: أعلن وقف العمل بكافة الاتفاقية مع إسرائيل، وذلك احتجاجا على استمرار سياسة دولة العدو في استقطاعات عائدات الضرائب المستحقة للسلطة وهدم المنازل في القدس ومصادرة الأراضي في الضفة المحتلتين. لكن وبحسب المحللين السياسيين قالوا إن قرار الرئيس فضفاض ويحمل أكثر من معنى وبحاجة إلى تطبيق على أرض الواقع. هو يحاول أو يظن أنه يستطيع الضغط على المجتمع الدولي أو حتى الضغط على الاحتلال الصهيوني، ولكن فشل محمود عباس في اتخاذ أي إجراء ضد الاحتلال في السنوات الماضية جعل من قراراته لا قيمة لها، ولذلك لن يستطيع محمود عباس الضغط على أحد، بل سينخرط في صفقة القرن أو في مشروع ترامب. الفصائل الفلسطينية رحبت بدورها بقرار الرئيس ودعمته بكل قوة، ودعته إلى الاستمرار في وقف كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال ووقف اعتقال المقاومين في الضفة، مؤكدين أن سنوات الحوار مع الاحتلال لن تعيد شبرا واحدا، وأن العدو يماطل لكسب الوقت دون أن يعطي الشعب الفلسطيني حقه. هل ستقدم السلطة على هدم نفسها؟ باعتقادي لا. السلطة الفلسطينية أمام تحدي كبير لإثبات مدى مصداقيتها هذه المرة. سمعنا قبل ذلك 9 مرات تقريبا أعلن فيها الرئيس الفلسطيني وقف الاتفاقيات، وبالتالي هذا الأمر حتى اللحظة يأتي محل اختبار، لكن أنا أقلل من مدى ومصداقية الإقدام على هذه الخطوة. قرار الرئيس لم يرق للاحتلال الصهيوني برغم قناعتهم بأن التنفيذ سيكلف السلطة الكثير، حيث قالت الصحف الصهيونية أن الاتفاقيات المبرمة مع السلطة لن يستطيع عباس الفكاك منها، وهي اتفاقيات وقعت عليها دول عظمى تلزم الطرفين. والواقع المرير القائم في الضفة المحتلة والقدس يشير بما لا يسمح مجالا للشك بأن الرئيس استخدم تلك العبارة كورقة ضغط لاستئناف التفاوض لا أن يتخلص من قيود العدو. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. أرحب بضيفي مرة أخرى الدكتور جلال سلمي، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا فيك دكتور معنا في هذه الحلقة. دكتور، يعني عند النظر إلى هذا الموضوع فإن الحديث عنه لا يبدو للمرة الأولى، وهذا القرار أصلا ليس القرار الأول ولا الثاني ولا الثالث. نحن نتحدث عن القرار رقم 9 بهذا الاتجاه، تجميد الاتفاقيات. في 2015 كان الحديث عن وقف التنسيق الأمني، وهكذا بدت قرارات السلطة جريئة وقوية ولكن في نفس الوقت غير قابلة للتطبيق. كيف نظرتم وتابعتم مجريات اتخاذ هذا القرار ومعطياته؟ بداية مساء الخير. طبعا هي جريئة إعلاميا ولكنها غير جريئة لا قانونيا ولا إداريا ولا أمنيا ولا اقتصاديا. من ناحية إمكانية التطبيق يجب أن ننظر إلى شرعية هذه الاتفاقيات، وبناء عليها يمكن أن ننظر إلى مشروعية السلطة. ماذا تعني الشرعية وماذا تعني المشروعية؟ بشكل مختصر، السلطة الفلسطينية اكتسبت شرعيتها من توقيعها على هذا الاتفاق، كما نعلم من بثقة السلطة على منظمة التحرير بناء على اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات، سواء اتفاق المبادئ وأريحة وغزة وغيره وغيره من هذه الاتفاقيات المتتابعة. إذن هنا الشرعية اكتسبت من أساس اتفاق أوسلو الذي ينص على ضرورة قيام السلطة بنبذ العنف داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل المناطق التي تسيطر عليها، وضرورة التعامل الاقتصادي المشترك مع إسرائيل عبر النظام المقاصة، وضرورة التعاون الأمني، وضرورة الإبقاء على إن صح التعبير الانصياع إلى القرار الأمريكي فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وغيرها من هذه المبادئ الموجودة أصلا في اتفاقية أوسلو. نحن الآن نحلل، نحن نذكر فقط الشرعية وأسسها وكيف هي موجودة داخل أو ضمن اتفاقية أوسلو. أما المشروعية، المشروعية تعني هي تختلف نوعا ما عن الشرعية. المشروعية تعني بأنك اكتسبت الشرعية القانونية وحان الآن إثبات مشروعيتك الإدارية. المشروعية الإدارية تعني بناء على هذه الاتفاقية أنت ماذا تقدم. السلطة ماذا تقدم إلى الآن؟ تقدم جميع المبادئ التي تم الاتفاق عليها، هي الآن تعمل على تنفيذها. وفعلا يعني هي من ناحية مشروعية لها مشروعية كبيرة جدا، لأنها تعمل بالتنسيق الأمني، لأنها تعمل على نبذ العنف إن صح التعبير، أيضا تعمل على الانصياع إلى نظام المقاصة، وهذا هو مسوق وجودها. وهذا موجود. وهذا مسوق وجودها. نعم، أنا هذه النتيجة التي كنت أود أن أصل إليها. بمعنى أو بآخر، إذا كانت شرعيتك ومشروعيتك مكتسبتان من
أو نعم مكتسبتين من هذه الاتفاقية. كيف يمكن أن تنقلب عليها؟ يعني الأمر موجود طبيعي. يعني هذا يعني انتحار سياسي. نعم. يعني هذا يعني انتحار. أنت وصلت إلى مرحلة. يعني أنت تقدمت في الإجابة كثيرا إلى يعني هذه المسألة، وهذا ما سنطرحه ربما في منتصف الحلقة أو في نهايتها، إنه هذا ممكن يكون انتحار سياسي، إنه ما خياراتنا وسيناريوهاتنا لهذا الموضوع، خاصة إنه إحنا في موقف إسرائيلي لسنا مطمئنين تجاهه. أرحب بضيفي من رام الله الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك معنا سيدي. أهلا بك وسهلا مساء. الله يحييك. في الحقيقة هناك العديد من الأسئلة المطروحة، حتى القرار الذي اتخذه رئيس السلطة وأدلى به لم يكن واضحا كل هذا الوضوح، بمعنى أنه قال تجميد أو تعليق العمل بالاتفاقيات، ولم يوضح فيما إذا كان هذا التجميد سيقود إلى العمل بها مرة أخرى في وقت لاحق عندما تتحسن الظروف، أم أن هذا التجميد يأتي كخطوة على طريق الإلغاء، ولم يكن واضحا طبيعة أو ماهية اللجنة التي ستشكل أو شكلت لا نعرف لدراسة هذا الموضوع، وبالتالي الإدلاء بالنصائح المهمة في هذا الإطار، وهي ليست اللجنة الأولى بالمناسبة ولن تكون الأخيرة ربما. كيف تابعتم السيد عمر كل هذه المعطيات وما رأيكم في مجرى؟ يعني أولا نحن لا نتطلع إلى ما يعلن، ما يعلن ربما يتكرر إعلانه مرة أولى وثانية وثالثة، ويتم تشكيل لجنة أولى وثانية وثالثة. نحن نطلع إلى ما يجري على الأرض من وقائع، وبالتالي هنا نقول أن حتى الآن حتى اليوم رغم مرور أسبوعين على تشكيل هذه اللجنة لا يبدو أن هناك جدية في أن تقوم هذه اللجنة بوقف العمل بالاتفاقيات المعلنة أو الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، مع أن الاحتلال سمعت آخر جملتين من زميلي، مع أن الاحتلال منذ 1998 حتى الآن وهو يخرق هذه الاتفاقيات ويلقي بها عرض الحائط من حيث الاستيطان ومن حيث تعويض القدس ومن حيث قضايا كثيرة ومن حيث سياح مناطق السلطة الفلسطينية. أنا أعتقد أن الإشكالية عندنا هي أنه لا يوجد هناك إرادة فلسطينية بالتنصل من الاتفاقات المبرمة مع الاتفاق. الموضوع موضوع إرادة أولا أستاذ عمر إذن، وليس أي شيء آخر. تماما، هو إرادة أولا وقبل كل شيء، وهو إلى جانب الإرادة الاستعداد لدفع استحقاق هذا القرار، لأن لهذا القرار استحقاقا، استحقاقا على الأرض واستحقاقا بالوجود واستحقاقا بالعلاقة بلاد استحقاقات كثيرة. أنا أعتقد أن القيادة الفلسطينية ليست جاهزة لدفع استحقاق لهذا القرار. دعني أسألك في وقت لاحق أستاذ عمر، يعني هذه الاستحقاقات الكثيرة هل فكرت فيها السلطة؟ هل فكرت في مصيرها، في مسوغ وجودها ومكاسب القيادات وكل هذا الشيء يعني عندما اتخذت هذا القرار؟ ولكن يعني أسأل هذا السؤال أو أطرحه عليك بعد ترحيبي بالأستاذ محمد حمادة المتخصص في الشأن الصهيوني والمحلل السياسي معنا من مدينة غزة. أهلا وسهلا فيك سيد محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبضيف الكريم. حياك الله. لا بد من استجلاء موقف الاحتلال من 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 هذا القرار، يعني الاحتلال يصغي إلى ما يدور في الساحة الفلسطينية وسمع أن هذا القرار قد اتخذ على أعلى مستوى وأدلى به السيد محمود عباس رئيس السلطة، لكن لم نسمع إلى موقف واضح وجلي من الاحتلال، لم يقل الاحتلال موقفه بوضوح. هل تعتقد أنه ينتظر خطوات عملية باتجاه تنفيذ هذا القرار حتى يبدأ بالرد عليه أو باتخاذ خطواته في المقابل؟ نعم، أعتقد بأن سؤالك عن رد الاحتلال، والذي يعني حتى هذه اللحظة لم يظهر كما تفضلت أنت جليا وواضحا، وأظن بأن هذا مرده إلى أن الاحتلال لم يأخذ على محمل الجد هذا القرار ولا هذا الموقف من السيد محمود عباس. ولو أن الاحتلال كما تفضلت أنت ينتظر أن يطبق أو تطبق السلطة الفلسطينية هذا القرار، بمعنى أنه يتوقع أن مسألة وقت وسيتم تطبيق هذا القرار، أيضا سيكون له ردة فعل قوية. إذن حجم رد الفعل الباهت، وهذا ما يمكن أن أصفه، كنت تسأل عن الموقف الصهيوني الرسمي
لما تفضل به وأعلنه السيد محمود عباس عن وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال، هو رد باهت لا يرقى إلى حجم قرار استراتيجي. نحن أمام قرار، يعني كما تفضل ضيفك الكريم الأستاذ عمر، هو قرار له استحقاق وقرار كبير، هذا ليس قرار بالبسيط. على الرغم من أن الصياغة يعني فيها بعض المهانة، وقف العمل بالاتفاقيات بمعنى أن الأمر شبيه بإضراب عمال في المصنع، لأن تتوقف عن العمل لكن لا يتذكرون بالانتماء لهذا المصنع ولا يتذكرون لهذه الاتفاقيات. فالقرار هو ليس وقف الاتفاقيات ولا إلغاء الاتفاقيات، وإنما وقف العمل. رد الفعل الصهيوني حتى هذه اللحظة باهت بأن الاحتلال لا يتوقع جدية في هذا القرار. ثم إن القضية أعتقد أنها أبعد أنه لا يتوقع، هو جازم بأن المسألة ليست سوى حبر على ورق. لماذا؟ لأنه على أرض الواقع السلوك يختلف تماما عن هذا القرار، ولأن هناك قرار بوقف التنسيق الأمني على سبيل المثال في 2015، ولكن هناك تنسيق أمني حتى 2019، فيعني لا جدية في الأمور، أليس كذلك سيد محمد؟ نعم هذا نموذج حي. يعني هو في اليوم التالي استمرت السلطة الفلسطينية في التنسيق الأمني، في اليوم التالي كان هناك اجتماعات ما بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية ونظرائهم من الاحتلال. في اليوم التالي كان هناك قرارات على صعيد الاقتصاد وغيره بالتنسيق مع الاحتلال. إذن الاحتلال يرى على أرض الواقع معطيات لا تتشابه مع هذا القرار، لذلك رد فعل الاحتلال حتى هذه اللحظة باهت لأنه لا يراه قرارا جديا. وهناك أيضا قضية أخرى، هو أن الاحتلال أصلا منذ فترة طويلة، يمكن الزعم أو التأريخ لها منذ وصول الحكومة اليمينية وعلى رأس نتنياهو، ثم تعاظم قوة اليمين داخل الكيان، لا يتعامل مع الكيان السياسي للسلطة الفلسطينية كشريك على حد التعبير الذي يطلقونه هم، وبالعكس يعلن أنه لا شريك فلسطيني، لكن في المقابل يسكت عن دور السلطة، لأن الدور الوظيفي المهم تؤديه السلطة على أكمل وجه حتى هذه اللحظة، وهو دور التنسيق الأمني، وهو الدور المطلوب. الاتفاقات التي عقدت مع الاحتلال هي اتفاقات أمنية، وهو أحد مصوغات وجود هذه السلطة. أرجو أن تبقى معي سيد محمد، سأعود إليك بكل تأكيد بعد قليل. دكتور جلال، أيضا القرار لم يوضح فيما إذا كان سيتم تجميد العمل بكل الاتفاقيات، عن اتفاقيات سياسية اقتصادية أمنية في موضوع مقاصة سجل مدني، قضية كبيرة يعني ليست بسيطة. ألم يكن حريا بالسلطة أن تكون دقيقة وواضحة في يعني تقول أنا سألغي العمل باتفاقية كذا؟ يعني ماذا يعني لك كمتابع ومراقب للشأن الفلسطيني؟ يعني ذلك أن القرار اعتباطي نوعا ما، والقرار إعلامي واضح، يعني أنت فقاعة إعلامية، فقاعة إعلامية عندما تتجه نحو، أنا طبعا أنا لا أتحمل على السلطة، ولكن عندما تتجه ضد أي طرف يجب أن توضح لهذا الطرف ماذا لغيت وماذا تريد أن تلغي أو ماذا تريد أن تفعل، حتى يرى أن هناك إرادة فعلية لتنفيذ هذه القرارات التي تتخذها. لكن عند النظر إلى ما أتت عليه السلطة الفلسطينية، نجد أن الكثير من الأمور غير واضحة كما أسلف. يعني على سبيل المثال أيضا، يعني أنت قلت أني ألغي الاتفاق الأمني في 2015 ورجعت وعملت به وكل يوم تعمل به، هذا كان محدد لكن أنت لم تلتزم. يعني حتى المحدد من هذه الاتفاقيات لا يعمل به، أو من هذه القرارات لا يعمل به. يعني هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن ما تقوم به السلطة الفلسطينية هو محاولة امتصاص الغضب الشعبي إن صح التعبير. كما نعلم عندما تم نقل السفارة إلى القدس وإعلان القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني، هبت السلطة بنفس المنوال وبنفس النغم القوية هذه التي نسمعها وترددها دائما، لغينا الاتفاق ووقفنا العمل بجميع الاتفاقيات ونحن ماضون في مشروع آخر مختلف. طب يا أخي أنا كمواطن فلسطيني أتساءل، شو أوقفت وشو راح تعمل وشو البديل وين رايح؟ طيب أنا كمان في عندي كفلسطيني عدة تساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالتشابك العميق والوثيق بيني وبين الكيان الصهيوني. كما نعلم حتى الهوية تصدر باللغة العبرية ومن ثم بالعربية. نعم. بمعنى وبآخر أن الاحتلال إلى الآن مستمر، وأنت تفاوض منذ عام 1993 ولم تقدم لي أي بديل، ونحن اليوم وصلنا إلى عام 2019 وأنت تعلم علم اليقين كونك، يعني أقصد هنا محمود عباس، نعم، كون هو الذي يعتبر عراب الصفقة وعراب الاتفاقيات والمفاوضات، تعلم أصبحت تعلم علم اليقين وأقررت بذلك بأننا وصلنا إلى طريق مسدود.
طيب نعم. يا أخي ما دام نحن وصلنا إلى طريق مسدود، ما هو البديل؟ لا يوجد بديل. إذن كما أسلفت هي اليوم السلطة أصبحت كما يقال يعني تعبد هذه الاتفاقيات أكثر ما كانت تعبد مشروعها القائم على إحلال السلام وتأسيس دولة فلسطين على حدود عام 1967. بمعنى أو بآخر نحن أصبحنا اليوم نرضى ب كروت الفي اي بي وتحركات المصالح الشخصية والتجارة التي تعود علينا بالمنفعة الشخصية والآخر من هذه الأمور الواضحة. نعم. والتي لا تجعلنا اليوم في موضع التحامل على شخص منا. هذه الأمور واضحة جدا وبارزة، أصبح الكل يخاف على مصلحة الشخصية والحزبية، وأصبح هناك احتكار واضح للسلطة. نعم. من قبل حركة فتح على شيء أساسي. نعم. وهذا ما يجعلنا نوعا ما نرى تمام. بهذه الأمور كلها عبارة عن نظريات ليس أكثر يعني. تمام. أستاذ عمر، عند يعني علينا أن نتوقف قليلا عند ما قامت به السلطة. لا شك أن هناك عقول تفكر، أن هناك ناس يفهمون في السياسة وهم أصحاب هذا المشروع وهم الذين أسسوا لهذا المشروع حتى اللحظة وما زالوا قائمين عليه حتى اللحظة. هل هم مستعدون فعلا لسيناريوهات ما بعد تجميد هذه الاتفاقيات فيما لو حصل ذلك؟ نحن نعرف أن هناك دائما الحديث عن الرغبة والإرادة والاستطاعة، قد تكون لديهم رغبة بذلك لكن الإرادة غير موجودة، الاستطاعة غير موجودة. ماذا استفدنا في عالم السياسة من حديث عن قرارات من هذا النوع الثقيل بدون تنفيذ؟ يعني أولا لو كان هناك توجها لأن يكون هناك بدائل لهذا الخيار، لهذا المسار المسمى مسار أوسلو، مضى على مسار أوسلو ربع قرن. أسئلة ينبغي أن توجه لصانع القرار. وصل إلى الشعب الفلسطيني عشرات مليارات المساعدات من الدول المال. كم استثمر من هذه المليارات الكثيرة بهكذا؟ كم استثمر من المساعدات من أجل أن نوفر فرصة عمل لعماله؟ كم استثمر من هذه الأموال لبناء مصانع تعزيز إنتاجنا لمثل هذه اللحظة؟ أنا أعتقد أن الخيار الذي وضعه فريق أوسلو أمامه هو خيار السير باتجاه واحد، هو دون التغيير هذا المسار مطلقا. وبالتالي حين نتحدث عن الطريق المسدود الذي وصلنا إليه لم تقف أي نافذة لطريق آخر. هو يقال الآن ما هي المعضلات؟ كيف نطعم 120 أو 150 ألفا من العاملين؟ كيف ندبر أمورهم؟ كيف نفعل بالعبور إلى الجسور؟ كيف كيف كل هذه من المخول بالإجابة عن هذه الأسئلة؟ المفترض أن يكون قد وضع سيناريوهات الإجابة عن هذه الأسئلة هو من نصب على رأس الشعب الفلسطيني منذ على الأقل 15 عاما، ولا أقول منذ فترة الأقوال، خلال 15 عاما ماذا فعلنا على هذا الصعيد؟ لم نفعل شيئا. أنا أعتقد أن هذا المشروع حين نقول أن المشروع وصل إلى طريق مسدود وأن المشروع وصل إلى نهاياته أيضا لهذا استحقاق. الاستحقاق لهذا في دول العالم كلها هو أن يكون هناك من الجرأة أن يقول القائمون على هذا المشروع نحن فشلنا، ولأننا فشلنا بحسن نية بغير حسن نية نحن نسلم الأمانة للشعب. عليهم أقل شيء أن يقولوا ذلك. مشروع فشل ينبغي أن يستخلص العبر القائمون على هذا المشروع، ولا نريد أن نبقى نسمع كما يقال نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. نريد أن نرى طحينا، نريد أن نرى خطوات عملية على الأرض، نريد أن نرى مقاطعة للفضائح الإسرائيلية، نريد أن نرى حلا للجنة التواصل مع الإسرائيليين، نريد أن نرى وقفا للتنسيق الأمني. إذا اتخذت هذه الخطوات يمكن أن نقول أن هناك جدية في الخروج من هذا النفق، ولكن دون ذلك يصر القائمون على هذا المشروع أن يبقوا يسيرون في ذات الاتجاه، وهذا للأسف هو الحاصل وهو الواقع. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ عمر، سأعود إليك بعد قليل. أستاذ محمد، دعنا نستوضح أكثر عن الموقف الصهيوني، ولا شك أنه غير واضح حتى الآن، ولكن نحن لدينا مثال قريب ما حصل مع
المرحوم ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني السابق عندما عبر عن استيائه ورفضه من هذا المسار، وكان وراء تحريك الانتفاضة، انتفاضة الفلسطينية الثانية، ونحن نعرف سياقات التاريخية لما جرى في ذلك الوقت. النهاية كانت معروفة، الموقف الإسرائيلي كان معروف، ونحن الآن هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى بشكل أو بآخر؟ يعني ربما تكرر السيناريو مرتبط بمن يستطيع أن يتخذ ذات الموقف، وهل هو موجود بالفعل؟ وكما تفضل أستاذ عمر قبل قليل، هل السلطة جاهزة لدفع استحقاق مثل هذا القرار؟ أعتقد بأن ما حدث في وادي الحمص والمجزرة المهولة التي وقعت للمباني هناك، وقبلها نقل السفارة إلى القدس، وقبلها الغول السرطان الاستيطاني الذي ينتهش وينهب الأرض في الضفة الغربية، وبين تلك الأحداث الجسام أيضا ما هو أكبر من ذلك من اعتقالات، من مداهمات، من قتل، وكل ذلك حتى هذه اللحظة لم يستدعي موقفا، ولا حتى في الجانب الذي بقي الميدان الوحيد الذي يعني تهدد به السلطة الفلسطينية، وهو ميدان المجتمع الدولي والقانون الدولي والمحافل الدولية وغير ذلك. يعني حتى على صعيد الملاحقة وإثارة القضايا هناك في المحافل الدولية لا نرى موقفا جادا من السلطة الفلسطينية. فلذلك أعتقد أن تكرار السيناريو مرتبط بوجود هذا الشخص المبدئي الذي يمكن أن يتخذ عند لحظة مطلية موقف أنه لن أسمح، سوف يعني إذا وقعت على هذا القرار فسوف تمشي في جنازتي وأنا مقتول على يدي شعبي، كما قال عرفات لكلينتون في كامب ديفيد. لم يأتي هذا الذي سيقول مثل هذا الكلام، والدليل على ذلك أنه إحنا بعد قرار وقف العمل بالاتفاقيات في اليوم التالي فقط يعني يأخذ التصريح الرئيس أبو مازن ويذهب للتعزية في الباجي السبسي في تونس. هذا يدلل على أن القضية لم تسر بعد حنق الصهاينة ولم ترقى إلى قرار يعني يثير الاحتلال أو يهدد على الأقل الاحتلال. ومن هنا أعتقد بأن السيناريو حتى هذه اللحظة بعيد، ولكن هل مجرد وجود هذا السيناريو أصبح يشكل حالة كي وعي لدى القيادة السياسية الفلسطينية اليوم الموجودة حول الرئيس محمود عباس وعلى رأسهم حتى الرئيس محمود عباس؟ هل كي الوعي بلغ بهم أن قضايا استراتيجية وقضايا يعني كانوا يسموها قضايا اللب وقضايا الجوهر والتي لا يمكن أن نتجاوزها والخطوط الحمراء وغير ذلك كله داس الاحتلال ومضى، ولم نرى حتى الآن القرار الذي يرقى لمثل هذه الحالة. أعتقد بأننا أمام السيناريو الذي حدث مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. أرجو أن تبقى معي يا أستاذ محمد. دكتور جلال، كان هناك ترحيب فلسطيني من معظم الفصائل بالقرار، بعضها يعني رحبت بقوة وبعضها قالت نحن نرحب بذلك لكن ننتظر التنفيذ. حتى الفصائل التي تحدثت عن تنفيذ وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، فصائل المقاومة، هي تتحدث عن تنفيذ، ولكن هل هي مستعدة فعلا لهذا السيناريو؟ هل نحن فعلا جميعا مستعدين كشعب فلسطيني بلا شك لتنفيذ هذا وما سيأتي وما سينتج عنه أقصد من نتائج قد تكون وخيمة على الجميع؟ المشكلة لا يوجد الآن من يقدم مشروعا بديلا للأسف الشديد. يعني اليوم وقف العمل بالاتفاقيات المنبثق عنها السلطة الفلسطينية يعني العودة إلى ما كنا عليه ما قبل عام 1993، أي أننا أصبحنا منظمة التحرير الفلسطينية. طيب ننظر إلى منظمة التحرير الفلسطينية، هل تعلم أن الصندوق القومي الفلسطيني الخاص بتمويل منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت ميزانيته تقارب الصفر نتيجة اتجاه رئيس السلطة الفلسطينية إلى ترجيح كفة الميزانية الخاصة بالسلطة على ميزانية منظمة التحرير؟ أيضا بخصوص منظمة التحرير، وهذه نقطة مهمة، هل تعلم أن عدد لا بأس به من لجان منظمة التحرير سواء اللجنة الإعلامية أو اللجنة التربوية أو حتى المجالس العسكرية الموجودة في منظمة التحرير كلها بلا استثناء تم إلغاؤها لحساب السلطة؟ إذن نحن اليوم أيضا حتى البديل الذي كان متوفرا عندنا وهو منظمة التحرير الفلسطينية عملنا على إلغائه. إذن ما هو المشروع القادم؟ المشروع القادم يمكن أن يكون على شكل أن تلغي السلطة الفلسطينية وبالتالي تتسلم
سلطات الاحتلال الإدارة في الضفة الغربية، وحماس تبقي على سيطرتها في غزة، وهنا نتحول إلى حرب مفتوحة إن صح التعبير. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، طبعا أنا يعني أشير إلى هذا السيناريو في ظل انعدام أي مشروع آخر، إذا هذا هو السيناريو المرجح. طبعا هذا سيناريو نظري، لأنه لا يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هناك يعني أناس سواء محمود عباس أو غيره من قادة السلطة يمكن لهم أن يعني يقدموا على هذه الخطوة. طيب لماذا؟ لأن هناك أيضا أمر لابد من الإشارة إليه. اليوم السيناريو المرجح لفترة ما بعد محمود عباس، يعني بالنسبة للاحتلال الفترة الحالية هي فترة المنار في الوقت الضائع، يعني محمود عباس أصبح شيخا كبيرا من ناحية العمر، وبات هناك بعض الوقت ليمضي إلى الدنيا الأخرى. إذن طيب ماذا هناك؟ هناك ما بعد في مرحلة محمود عباس. السيناريو الأكثر رجوحا والذي قرأته في أكثر من تقرير سواء كان على الصعيدين الفلسطيني أو الصهيوني، هو أن يكون هناك تقاسم أمني في منطقة الضفة الغربية، تبقى غزة على حالها وهناك يصبح تقاسم أمني. منطقة جنين على سبيل المثال يتسلمها العقيد فلان، منطقة الخلية تسلمها مثلا ماجد فرج، منطقة نابلس، هكذا يكون هناك تقاسم أمني بين قادة السلطة، ويكون هناك رئيس وزراء أو رئيس سلطة يقوم فقط بإعداد بعض المشاريع الاقتصادية التي تعمل على إيجاد رفاهية يعني تنسي الشعب الفلسطيني، تغير المسميات وتبقى الوظائف كما هي. يعني وفق يعني هذا السيناريو بالضبط. طيب. يعني هناك سيناريو أن السلطة الفلسطينية حتى وإن غابت كمؤسسات وكمسمى وغيره وغيره لا يهم جدا، لأن اليوم للأسف الشديد الاحتلال هو من يرسم المشاريع. نعم. وليس الفلسطيني وكل الفلسطيني وليس فقط السلطة الفلسطينية بلا شك. دكتور أستاذ عمر، يعني اسمح لي توقف هنا بعض الوقت يعني لنتكلم عن الاستراتيجية التي تتبعها السلطة الفلسطينية وقيادة المنظمة. يعني بلا شك أنها اجتهدت وحاولت، وعندما جاءت بأوسلو جاءت حتى تقاوم من الداخل وتحرر جزء من الأرض وهكذا القصة المعروفة، وصولا إلى عام 2010 عندما خرجوا باستراتيجية جديدة دعنا نقول، وهي الجمع بين مسارين، مسار المفاوضات وأوسلو ومسار التدويل، تدويل القضية والاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وحتى منذ ذلك الوقت منذ عام 2010 حتى الآن لم نحصل على نتيجة، يعني كأنهم حاولوا أن يجمعوا الجنة والنار إنجاز التعبير على سطح واحد، وحتى هذا المسار لا يبدو أن هناك نتائج واقعية ومنطقية بالنسبة له. إذن ما العمل؟ ما المخرج فلسطينيا؟ يعني ماذا يفعل الكل الفلسطيني للخروج من هذه الأزمة؟ وهي ليست أزمة محمود عباس، ليست أزمة حركة فتح، ليست أزمة حركة حماس، هذه أزمة شعب وأزمة قضية. يعني لأنها أزمة شعب وأزمة قضية، ما كان ينبغي أن يحل المجلس التشريعي مثلا بقرار من شخص على سبيل المثال وهو إحدى المؤسسات المنتخبة شعبيا. أفترض أن الرئيس عباس لا نعرف متى يقضي متى إلى ما يبقى، ولكن قبل أن يذهب عليه أن يرتب الأمور على الصعيد الداخلي حتى نتجنب السيناريو الذي تحدث عنه زميلي بشأن الكانتونات الأمنية. ولكن إذا أردت أن تسألني ما الذي علينا أن نفعله، أنا في رأيي علينا أولا أن نجتمع كفلسطينيين ككل الفصائل في إطار واحد من أجل أن نناقش كيف نخرج من هذا، لأن لا أحد يملك الحقيقة. لا نريد أن ننبش الماضي ونحاسب على الماضي، ولكن اليوم أمام هذا المفترق علينا أن نعود لإعادة بناء منظمة التحرير. حين نعود لإعادة بناء منظمة التحرير وحين نضع استراتيجية ككل فلسطيني ككل وليس فصيلا وليس فردا مخول بذلك، أنا أعتقد حين نقوم بذلك نضع الخطوات باتجاه ما الذي نريد، كيف نجابه الاحتلال، كيف نخرج من هذا المأزق الذي نعيشه. أما دون ذلك أن تبقى أمورنا معلقة بشخص مرتبطة بمجموعة قليلة مرتبطة بحزب أو فصيل، أنا أعتقد أننا سنبقى متجهين نحو الهوية، وهذا يتطلب أن نذهب إلى الشعب للانتخابات، لأن لهذا الشعب الذي غيب خلال 15 سنة آن الأوان له أن ينتخب قيادته التي يمكن أن تخرج به إلى شط الأمام بعد أن يحقق وحدته ويحقق المصالحة، لأنه بهذا وحده
نستطيع أن نجابه التحديات المحلية والإقليمية والدولية ونكون أوفياء لتضحيات شعبنا ولكل المخاطر التي تنتظر. أشكرك جزيلا أستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من رام الله. وتأحول بالسؤال للأستاذ محمد حماد. أستاذ محمد، إلى أي مدى وإلى أي حد يفتح هذا التخبط الفلسطيني شهية الاحتلال لمزيد من التغول، مزيد من الاستيطان، مزيد من قضم الأراضي وضم المستوطنات والاعتداء؟ وهذا يعني كان أحد مسوغات القرار الفلسطيني بتجميد الاتفاقية، أنه أوقف قطع المقاصة، وأيضا قام بما قام به في وادي الحمص بصور باهر بالقدس المحتلة من هدم المنازل تقع تحت الإدارة الفلسطينية. شهية الاحتلال مفتوحة جدا، هناك موعد قريب لاقتحامات مستوطنين في يوم عيد الأضحى للمسجد الأقصى المبارك، كل ذلك لأن القرار الفلسطيني ضعيف وهش ولا حراك حقيقي للأسف. نعم، يعني هذا يفتح شهية، بل فتح شهية الاحتلال، وأنا أعتقد أن شهية الاحتلال في أوجها في الأيام للأسباب التي ذكرتها، وهو موقف السلطة الهزيل حتى هذه اللحظة، على الرغم من الشو الإعلامي في القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، لكن أيضا بسبب الوضع أيضا التقليمي والفقير، هذا التصريع العربي وهذا الصمت المطلق لما يحدث، عدم غياب حساسية بل غياب تفاعل ولو حتى الأدنى مع قضية القدس التي كانت حاضرة دائما وبكل قوة. أنا أعتقد بأن ربما هنا ملاحظة، الاحتلال عندما قرر لتنفيذ مجزرة هدم في وادي الحمص لم يأتي بآلياته وبالتدارات من اتجاه مدينة القدس، بمعنى لم يأتي من عمق طريق صور باهر، لأن وادي الحمص في نهاية أراضي قرية صور باهر على حدود أراضي الضفة التي تعرف منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن لأنه يعني خاف مواجهات وخاف من أن يعرقل الأهالي بقرية صور باهر مسير آلياته وجنود، فمن أي طريقة جاء من اتجاه السلطة الفلسطينية، قام بقصف الجدار الذي بناه بيده، الجدار الفاصل، ودخل بمعداته من جانب السلطة الفلسطينية نحو وسط، قام بعملية الهدم ثم انسحب مرة أخرى وأعاد بناء الجدار هذا اليوم بالتحديد، أعاد بناء الجدار. لذلك أعتقد أن هي مفتوحة الآن لأن ينفذ مزيد من الجرائم، لأن يفتح ساحة المسجد الأقصى المبارك، يطلق العنان لمن يسمون بأمناء المزعوم، يطلق العنان لمستوطنيه، يطلق العنان للسياسيين لديهم من اليمين أن يبني ساحات المسجد الأقصى المبارك. لا يوجد رادع، هو فرصة ذهبية الآن من أجل أن يثبت حقائق على أرض الواقع. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ محمد حمادة الباحث المتخصص بالشأن الصهيوني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. دكتور جلال، لم يتبقى معنا الكثير من الوقت، ما لم يكن مناسبا كانت تفعله السلطة وما تزال تفعله حتى هذا اليوم؟ يعني هي كانت ماشية في خط المفاوضات وأصله التزام باتفاقيات، ثم تدعو دائما لاستئناف المفاوضات وكأنها تلهث وراء المفاوضات العبثية، وبعد ذلك فتحت مسار جديد هو تدويل القضية والاعتراف الدولي وكذا. هذا كله يعكس في الحقيقة تخبط من السلطة الفلسطينية. كان الأولى كما يقول مراقبون وليس أنا، بدل الجمع بين مسارين هو فتح مسار جديد واحد، يعني بدل ما أنت دائما تجميد تدعو مثلا يعني تجمد مسار وتفتح مسار آخر وهكذا تضغط باتجاه أن تنجز شيء، أما تفتح عدة مسارات وكذا. هذا أيضا يدفعني للسؤال عن أداء السلطة، أداء السلطة والقيادة الفلسطينية واستفرادها بالقرار، إلى أي مدى أثر على قضيتنا وإلى أي مدى أيضا يؤثر على مستقبل هذه القضية في ضوء ما كل ما نعيشه الآن؟ يعني أدى إلى تأخير القضية الفلسطينية على الأقل 19 عاما، نحن من منذ عام 2000 ونحن نسير على ذات المسار، وإن فتحنا مسارا جديدا في عام 2010 إلا أن هذا المسار إلى الآن صراحة يعني لنكون موضوعيين وإن تمخض عنه بعض الأمور الإيجابية الجيدة الذي يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار، لكن كما أسلفت حضرتك، لماذا لا يتم تجميد مسار المفاوضات؟ لماذا إلى الآن نطالب بتجديد المفاوضات؟ لماذا إلى الآن نلتزم بهذه الاتفاقيات التي لم يلتزم بها الاحتلال يوما؟ كما أسلف الأستاذ عمر عساف، يعني هناك
تمادي في إنشاء المستوطنات، هناك يعني قصف للأراضي الفلسطينية واستهداف للمناطق الفلسطينية، هناك هدم لبعض المباني في وادي حمص الذي يقع ضمن مناطق السلطة الفلسطينية، يعني بمعنى أو بآخر هناك خرق كامل لهذه الاتفاقيات. لماذا لا يتم الاتجاه نحو تدويل القضية فقط وتجميد هذه الاتفاقيات؟ أنا يعني الجواب معروف إن صح التعبير، هنا لابد أن نجيب عن هذا السؤال. الجواب هنا أن تجميد الاتفاقيات يعني أن تغادر جميع القيادة الفلسطينية إلى عمان أو أي دولة أخرى، بمعنى أن تصبح حكومة منفى أو تعيش تحت الحصار يعني لذلك هم يخشون ذلك صراحة. وكما أسلفت، هناك أصبح ارتباط أمني وثيق بين ضباط السلطة الفلسطينية الذين أصبحوا بمثابة الضباط الإسرائيليين، يعني دعني أقول ذلك بكل وضوح، لابد من الوظائف. يعني الحديث موارب هنا لا يفيد أبدا المشاهد. النقطة الثانية والمهمة كما أسلفت، الارتكاز على الشرعية التي كانت موجودة ضمن منظمة التحرير أصبحت فارغة وغير موجودة، وأصبح هناك الكثير من الدول تعترف بك كدولة. يعني مثلا كثير من الدول تعترف بك كدولة وأنت إلى الآن لا تعمل كدولة، أنت تعمل إلى الآن كسلطة فلسطينية أو ككيان تحت احتلال. نعم. طب لماذا؟ يعني أنت تريد أن تعمل على تدويل القضية وتكسب في هذا المسار، صراحة كسبنا جدا يعني منذ عام 2010 إلى الآن، هناك الكثير من الدول التي اعترفت بنا كدولة، وهناك الكثير من الدول التي رفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي، وهناك بعض الدول التي أعطتنا حتى تمثيل عالي المستوى. طب لماذا لا نستثمر في ذلك؟ أعتقد أن الإجابة كما أسلفت، وأعتقد أن هذا القرار يحتاج إلى إرادة قوية جدا تعمل على الانتقال لعدم الخضوع تحت الحصار، تعمل على الانتقال إلى إحدى العواصم العربية، وتعمل كما كانت عليه قبل عام 1993، كنا نعمل إما من تونس أو الجزائر كما تذكر. إذن يعني هل هناك قيادة فلسطينية قادرة على اتخاذ هذا القرار؟ هل هناك سؤال مفتوحا على ما يبدو؟ طبعا. هل هناك شعب فلسطيني، شعب يملك الوعي ويتحرك اتجاه الضغط على السلطة الفلسطينية؟ هل هناك مشاريع تقدم من دوائر التفكير التوعوي، سواء ضمن حركات أو فصائل المقاومة أو ضمن المنتديات الثقافية الفلسطينية، ويكون فعلا مشروعا ناجحا؟ هذه الأسئلة كلها يجب أن نطرحها ونجاوبها أو نرد عليها، وبعد أن نجيب عليها نستطيع أن نرى المشروع البديل. دكتور جلال سلمي، كنت معنا في هذه الحلقة، وننتقل بكم أعزائي المشاهدين مباشرة إلى موضوع آخر، وهو زهرة المدائن. نستعرض فيه اليوم موضوع أو قضية الاستيطان في القدس المحتلة، فإلى هناك. الاستيطان. يمثل الاستيطان الصهيوني في القدس سرطانا توسعيا يبتلع ما يزيد عن 112,000 دونم، أقيم فوقها 29 مستوطنة. بعد عام 67 باشر الكيان الصهيوني بحصار مدينة القدس بضرب طوق من المستوطنات التي أقيمت على أنقاض الأحياء الفلسطينية التي دمرها، في محاولة لإلغاء الوجود العربي وإخلاء القدس من أهلها وإحلال أغلبية يهودية مهاجرة. ارتبط الاستيطان بكثافة بشرية لليهود وعملية طرد وتهجير للمواطنين العرب، إضافة إلى استخدام العنف والقوة وتدمير المنازل لضمان السيطرة وتثبيت الواقع. يحظى الاستيطان الصهيوني في القدس على تأييد كبير من كافة القوى السياسية في إسرائيل، وتأييد ودعم من يهود العالم. القوانين الدولية تدين الاستيطان في الأراضي المحتلة بكافة أشكاله وتعتبره عملاً غير شرعي. القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة أدان الاستيطان وطالب بوقفه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. بلغ عدد المستوطنين الصهاينة في القدس قرابة 500,000، بزيادة تصل إلى 3 أضعاف عن العام 67، وهو ما يعد فشلاً ذريعاً لاتفاقية أوسلو وعملية السلام. ويبقى الاستيطان سرطاناً يهدد القدس وإسلاميتها وعروبتها.
ننتقل بكم مرة أخرى إلى ذاكرة فلسطين، وهذه المرة الحديث عن اتفاقية مدريد التي وقعت عام 91 و900 وألف. إلى هناك. بعد عقود من حمل السلاح ومقاومة الصهيونية، تحول المقاوم إلى مفاوض. استجاب لمحاولات البحث عن حل سلمي للقضية، والتي بدأت بمؤتمر مدريد عام 1991. مؤتمر مدريد عام 1991. جاء انعقاد مؤتمر مدريد نتيجة لمبادرة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي جورج بوش في 6 مارس عام 1991 في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، والذي دعا فيه لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط. The time has come to put an end to Arab-Israeli conflict. استجابت أكثر الدول العربية لهذه الدعوة، فيما اعتبروه اغتناماً للفرصة وسبيلاً لجمع الصف العربي الذي تشرذم لا سيما بعد حرب الخليج الثانية. فشاركت أكثر البلاد العربية في المؤتمر، وشارك ممثلون فلسطينيون عن الضفة والقطاع تحت الغطاء الأردني وضمن وفد أردني فلسطيني مشترك. اشترطت حكومة شامير لحضور مؤتمر مدريد عدة شروط لحضور المؤتمر. الأول أن تجرى المحادثات ثنائية بين إسرائيل وكل بلد عربي على حدة، أي أن لا يمثل العرب بوفد واحد ومطالب موحدة، ليصلوا في النهاية إلى اتفاقية عربية إسرائيلية واحدة شاملة. بل لا بد من اتفاقيات تشكل إسرائيل أحد طرفيها، ويشكل كل بلد عربي الطرف الثاني. أما الثاني هو أن يفتح الاتحاد السوفيتي الذي كان نظامه يلفظ أنفاسه الأخيرة باب هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل. والثالث فهو ألا يمثل الفلسطينيون وفد مستقل، بل يدمج وفدهم ضمن الوفد الأردني وفي إطاره. وافق راعي المؤتمر والدول العربية المعنية على الشروط الثلاثة، وبالتالي حققت حكومة شامير شروطها مسبقاً وقبل بدء المؤتمر. وكان ما كان، لم يتجاوز المؤتمر أهدافه الحقيقية والتي صبت جميعها في مصلحة الإسرائيلية، فقد حصلت اتفاقية سلام فلسطينية إسرائيلية عام 1993 وأردنية إسرائيلية عام 1994. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذه الذاكرة الفلسطينية المثقلة بالتضحيات والجراح والإنجاز أيضا والمقاومة والجهاد، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أعطر تحياتنا من فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا.